يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي. طبعا كلنا تابعنا واستمتعنا امبارح بمباراه ولا اروع بين الاهلي وسموحه، وكلنا كنا طبعا يعني سعداء بالاداء الرائع لكل اللاعبين. هنتكلم عن مباراه الامس، وهنتكلم عن اليورو، وهنتكلم عن كوبا امريكا، واكتر من كده كمان مع الناقد الرياضي ايمن جلبرتو مدير تحريري يلا كوره اللي اخيرا بقى جه نور لنا الدنيا في الاستوديو. اهلا بيكم، يعني شرف ليا طبعا انا موجود معاكم هنا في النادي الاهلي. وطبعا كنا على طول بقى كل يوم اتنين من عندنا في يلا كوره. ايوه طبعا بتنورونا طبعا. ربنا يخليك. صباح الفل عليك، وخلينا بقى كده 1-1، لان احنا بيبقى كان عندنا اسئله عايزين نسالها لك دايركت، بس ما بنبقاش عندنا يعني الفرصه. فالنهارده بقى مش هتمشي غير لما نسالك في كل حاجه. ويعني استاذ ايمن من الصحفيين بجد المتميزين جدا، دي حقيقه لازم نقولها. خلينا نبدا مع حضرتك زي ما كريم قال كده بالماتش امس، لان كانت مباراه زي ما البعض وصفها، يعني هو ده اللي احنا نعرفه عن الاهلي، عوده الاهلي الرائعه، سميها زي ما حضرتك عايز او زي ما اي حد عايز. بس امبارح شفنا اداء متميز جدا، وطبعا قلنا هارد لك لسموحه. سموحه بيلعب طبعا برده كويس، لعب يمكن مع بيراميدز كويس زي ما كنت بقول، الاسماعيلي ما كانش المستوى قوي امبارح، ما كانش المستوى بشكل كبير، فاحنا هنتكلم في كل ده. بس خلينا نبدا بالاهلي، شفت ازاي المباراه بالامس؟ طبعا امبارح الاهلي يعني الاداء هو استمرار للاداء بتاع ماتش بيراميدز. يعني ماتش بيراميدز خلينا نتفق ان ما كانش الاداء بهذا السوء، ولكن كان في سوء توفيق صحيح. مع كمان ان كان في يعني في الاخر عدم تركيز في لعبه معينه هي كانت سبب التعادل. امبارح في ماتش سموحك الامر كان مختلف، ان الاهلي التركيز كان اكبر. يمكن كمان لو كنا نقدر نحسم بشكل مبكر، يعني مثلا قبل يعني ربنا كرم النادي الاهلي بالثلاث اهداف اللي في خمس دقائق. احنا في اول دقيقه انت عايز اكتر من كده مبكر؟ لا انا اقصد يعني قبل، يعني احنا حسمنا مثلا الاهلي حسم في الاخر اللي هي اخر خمس دقائق في الشوط الاول. لا احنا كنا في فرص، النادي الاهلي كان يقدر يحسم. حسين الشحات كان عنده فرصه، طاهر محمد طاهر كان في كره في العارضه لمحمد شريف، هدف ملغي لحسين الشحات. كل دي فرص كانت يعني كفيله ان النتيجه تبقى اكبر، لكن الحمد لله ان اللعيبه قدرت ان هي في الدقائق الاخيره تركيز في ضغط، كمان انهاء الهجمه بالشكل المثالي. حتى حسين الشحات الكره اللي سجلها هي يعني الهدف اللي جابه واتلغى كان حلو جدا، فالحمد لله ان الكره برده اللي هي التسديده اللي سددها مشيت معاه بالشكل الكويس، عشان هو بقاله ماتشين ثلاثه بيقدم مستوى جيد وبيرجع لمستواه. ففي مكاسب كبيره جدا. الشوط الثاني حمدي فتحي كان يقدر يسجل هدف، لكن القائم والعارضه يعني وقفوا قدامه. لعبه جميله جدا ما بين طاهر وقفشه ومعلول، بعد كده محمد شريف اللي بيستمر في التهديف، والنهارده الراجل 11 هدف من غير ركلات جزاء، مستمر ان هو ممكن يبقى منافس قوي لاحمد ياسر ريان في هداف الدوري. احمد ياسر دلوقتي كام؟ 15 هدف، وبعديه بن شرقي، بعد كده محمد شريف وعمر كمال واحمد سمير 11 هدف. فمكاسب كبيره جدا للنادي الاهلي حققها امبارح. يعني هم هداف الدوري وبنكلم افريقيا، بس احنا بقى اهلي كله يعني ولاد الاهلي، وده شيء اكيد يسعدنا ويشرفنا جدا. طبعا على ذكر الضغط، الكلمه اللي انت قلتها من شويه، عايز اتكلم معاك على تفصيله الضغط، ولكن ضغط مختلف حبتين. والسؤال ده موجه ليك بحكم خلفيتك الصحفيه وبحكم يعني عملك فيها في الموقع الرياضي ده. بقينا في الفتره الاخيره بنشوف وبنقرا مانشيتات كفيله بان هي تولع الدنيا، وكفيله بان هي تكبر الامور حتى لو ما كانش ده حجمها الحقيقي، وفي بعض الاحيان بتوصل لمرحله انها بتعمل من الحبه قبه. فدي بتبقى تحابيش لزوم نسب القراءه ونسب المتابعه، ولا بتبقى راي اللي كاتبها، ولا بتبقى مستقاه ومتاخده بشكل سواء مباشر او غير مباشر من الانطباع العام عند الكم الاكبر من الناس؟ يمكن الاراء شويه دلوقتي الناس بتتجه شويه لان هي تبقى اكستريم في رايها، يبقى في مبالغه، لان زي ما انت شايف ومتابع السوشيال ميديا، الناس الفيديوهات دلوقتي اللي فيها الراي السبايسي زي ما بنقول كده، هو ده اللي بينتشر، هو ده اللي بيخلي صاحبها في بعض الاوقات يبقى متواجد بشكل مستمر في الاعلام ويظهر بشكل ممكن قوي. التواجد اللي هو متواجد بيه بشكل قوي ده يجي على حساب اعصاب لعيبه، ما بيفكرش كده. لا هو ما بيفكرش كده، برضه بيفكر في جزء يخصه. يعني الاسلوب ده موجود في كل حته في العالم. هنا بيبقى في دور اكبر بقى على اللعيب والجهاز الفني، ان هم ازاي دايما يبقوا قافلين على نفسهم، ازاي اللعيب نفسه بخبراته وان هو المنتاليتي بتاعته دايما يبقى ان هو يركن الحاجات دي على جنب. موسيماني فعلا حريص ان هو دايما يعني يحافظ على الجزئيه دي مع اللعيبه. كابتن سيد حتى الفتره الاخيره فكره ان هو قافل على الفرقه بشكل كويس. صحيح. كل الحاجات دي مهمه، ان هي بتخلي اللعيبه مركزه في حاجه واحده بس اللي هي التدريب. اي لعيب
او اي مدرب ذهنه بيشتت مع اللي هي التاثيرات اللي احنا بنقولها العوامل الخارجيه اللي هي بتبقى سلبيه، يعني في نقد بيبقى ايجابي للافضل وفي نقد بيبقى لمجرد النقد او ان يبقى في اختلاف وخلاص. فطول ما انت مركز في تدريبك، طول ما انت مركز في ماتشاتك، طول ما انت زي امبارح كده بتخلص على طول الفرصه في الفرصه، ما بتديش مجال، هتلاقي اوتوماتيك التون نفسه بيختلف. شفنا امبارح برضو خطة يعني جميلة من موسيماني، وهي فكرة ان انت بتتوقف الهجمة من المنبع. يعني يمكن سموح عنده رباعي امامي قوية في هجوم في سرعة، لكن انت ما بتسمح لهمش ان هم يخشوا عندك، انت بتوقف الهجمة من منبعها زي ما انا كنت بقول. فيمكن ده برضو كان باين امبارح، لو اتفق معايا. طبعا امبارح يعني حمدي فتحي وعمر السلية، ولما كمان نزل أليو ديانج في الشوط الثاني، كان في ميزة ان الاهلي كان الكرة الثانية على طول بيقدر يعني خدها بشكل أسرع. حتى الهجمات المرتدة بتاعت سموحة ما كناش بنحس بيها، لأن بنشوف اللعيبة بتضطر تتطرف جامد قوي عشان خاطر الأهلي كان شوية في ياسر إبراهيم وأيمن أشرف كانوا عاملين تمركزات جيدة، أكرم توفيق كمان دفاعيا كان مميز، فما حسناش بخطورة أكرم توفيق. نفس الأمر كان في تركيز مع مصطفى فتحي، لأن الاتنين دول مهاريين وصراع بشكل كبير. فيعني كل العوامل دي مع ان في تركيز في انهاء الهجمه بالشكل المثالي، نتيجه الشوط الاول ان انت تخرج 3-0، كل دي ريحت ان الشوط الثاني الاهلي كان اكثر اريحيه، الامور كانت اهدى. والاهم ان انت النادي الاهلي يوصل ليوم 17 يوليو مفيش اصابات. هو ده بقى الكلام اللي احنا هنجيله دلوقتي، مفيش ضغوطات، ونكون خلصنا. النادي الاهلي عنده 6 نقط جايين مع المقاولين، فرقه عندها مشاكل لان هي بتصارع على الهبوط، فاكيد هيبقى عندهم مطمع ان هم يحاولوا يخرجوا امام الاهلي باي نتيجه ايجابيه. نفس الامر المصري المقصه بعد تذبذب نتائج واقاله او استقاله مدير فني، فما نستهونش بالمباريات. النادي الاهلي يقدر ان هو قبل نهائي افريقيا يكون اموره جيده جدا في الدوري وقرب البوينتس بشكل جيد. يعني طب انت بعيدا عن ماتش امبارح، انت بشكل عام شايف مجمل المنافسه في الموسم ده من الدوري المصري عامل ازاي؟ وهل في اي عقبات يتخاف منها في مشوار الاهلي او في طريقه للحفاظ على لقب الدوري مره ثانيه؟ طبعا بين قوسين كده اخدم في الاعتبار المباريات المؤجله. ما هي دي بقى النقطه اللي موسيماني اتكلم عليها امبارح، وهي دي زي ما انت بتقول دي هي العقبه الوحيده اللي هي ما بعد نهائي دوري ابطال افريقيا، لان الاهلي هيلعب عدد مباريات متتالي طبعا. بسبب ضغط الجدول والاسلوب اللي اتحط بيه جدول الدوري في البدايه كان فيه مشاكل ويتعدل اكتر من مره، وماتشات بتتحط في مواعيد غريبه بعد كده بتتشال. فدلوقتي الاهلي اصبح مضطر ان هو يلعب حوالي هنقول 3 ماتشات بشكل مبدئي. بنتمنى طبعا كلنا التوفيق للمنتخب الاولمبي في مشواره وان هو يوصل لابعد درجه يعني، ولكن هنقول بشكل مبدئي في 3 مباريات، البنك الاهلي واسوان واعتقد الانتاج الحربي كمان، دول 3 مباريات بدون 6 لاعبين، منهم 4 الاهلي بيعتمد عليهم بشكل اساسي. فدي طبعا هتبقى تحدي ان انت تبقى خايف لا قدر الله لو وقتها حصل اي اصابه، حصل اي ايقاف، هيبقى عندك مشكله ان الدكه يعني مش هتساعد. فهنا برضو ده عقبه من العقبات. غير الاجهاد قبل غير الاجهاد طبعا بتاعت انت يوم 17 بالظبط يعني. هتلعب عدد ماتشات كبير في وقت قليل، فكل دي تحديات. لكن النادي الاهلي يعني هو عودنا ان هو دايما تحت اي ظرف بيلعب. النادي البطل او النادي اللي بينافس في اكتر من بطوله هو ده التحديات قدامه. لكن هنا بنقول بقى للجمهور ان انت دايما انت اللي ترفع الضغط عن فريقك. ما نقدرش ننسى الموسم الماضي في ثلاثيه في اي حته في العالم، ان انت تكرر الثلاثيه دي بيبقى محتاج مجهود مضاعف. فنبقى احنا واحده واحده على الفريق، ربنا هيكرم ان شاء الله ونلاقي البطوله تلو الاخرى في خزائن النادي الاهلي. حلو جدا. عايزين نروح بقى دلوقتي ومن الدوري لكايزر تشيفز والنهائي الافريقي، لان الكلام هيفضل مستمر فيه لغايه يعني طبعا يوم الحسم ان شاء الله، اللي بنامل اكيد وواثقين في فريقنا ان هي هتكون العشره باذن الله. خليني اروح مع حضرتك كده يا استاذ ايمن وتقول لي انت شايف الصوره ازاي، لان برضو هنرجع تاني كايزر تشيفز فريق مش سهل. ليه؟ لان هو غير متوقع، والغير متوقع دائما اكيد طبعا مش سهل او صعب او تقلق منه، خلينا نقولها بالمصطلح ده. ف
توقعاتك، او مش هقول توقعاتك على قد ما قرايتك للماتش هتكون عامله ازاي؟ اكيد كايزر تشيفز بما ان هو اول مره اصلا يتاهل فهو مستميت على هذا اللقب طبعا. احنا كمان كاهلي ده شيء طبيعي ان احنا نفوز، احنا يعني اوريدي التاسع كنا الابطال بتاعها فاحنا العاشره باذن الله، ده الطبيعي بتاع الاهلي. فقرايتك ازاي؟ طبعا زي ما حضرتك قلتي كايزر تشيفز ما كانش متوقع وصوله للنهائي، يعني في كل الفترات اللي هو لعب فيها على مدار البطولة دايما كان التوقع ان هو اللي هيخرج، فكون ان هو وصل للنهائي ده معناه ان فريق جدير بالاحترام، ما فيش حد بيوصل للنهائي من فراغ، لازم ان هو يكون تعب، لازم ان هو يكون حتى لو في بعض المباريات ممكن ما يكونش ظهر بشكل قوي ولكن هو قدر يحافظ على النتيجة اللي هي خلته يوصل للمباراة والعبرة بالنتائج بالظبط كده. يعني مباراة الوداد حتى مباراة الذهاب او الاياب هم قدروا يحافظوا على النتيجة اللي تؤهلهم للمباراة النهائية، فده في حد ذاته حاجة قوية. فريق عنده سرعات بيلعب على مرتدات، هي مباراة واحدة مفيش ذهاب واياب، فهو النهاردة ممكن تلعب على فرصة واحدة تخلص لك كل حاجة. خلاص احنا اتأكدنا ميعاد الماتش يوم 17 في المغرب من غير جمهور في اشواط اضافية، كل الحاجات دي يعني هي في وقتها طبعا يعني هنخش فيها اكتر، ولكن انا متاكد ان مفيش مشجع اهلاوي او اي حد منتمي للنادي الاهلي ما بينامش اللي هو بيفكر في المباراه دي تحت اي ظرف. الصوره هتبقى ازاي؟ الموضوع يعني بطوله افريقيا كان في كلمه يعني مستر مانو الجوزي قالها زمان لما جه وشاف الامور هنا في مصر، وقال ان النادي الاهلي لازم دايما تركيزه يبقى في افريقيا اكبر من السنوات اللي قبل كده، وان الاهلي يمتلك امكانيات ان هو على الاقل كل 3 سنين هو ياخد بطولتين لدوري الابطال. فاحنا دلوقتي هي فرصه ان احنا ناخدها للمره الثانيه على التوالي، نلعب كاس عالم انديه النسخه بقى اللي هي تقريبا هتبقى اخر نسخه بالشكل الحالي ده قبل النسخه الموسعه، يعني بتفتح لك بطوله السوبر، امور كبيره جدا طبعا. دوري ابطال افريقيا فان شاء الله تبقى من نصيبنا يعني. كله جاي باذن الرحمن باذن الله، كله جاي ان شاء الله. بس احنا هنستاذنك نطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا، اتفضل. مرحبا بحضراتكم، لسه حديثنا مستمر مع الاستاذ ايمن جلبرتو، ولسه عندنا ملف اليورو كوبا امريكا، ولسه طبعا برضو حديثنا مستمر وما خلصش مع الاهلي. ممكن نكمل الاهلي قبل ما نروح للملفات الاوروبيه وكوبا امريكا. كنا بنتناقش في الفاصل وانا وكريم برضو اتكلمنا في هذه النقطه لان هي نقطه مهمه جدا في بدايه الحلقه، قلنا على فكره هنا وده هاخد من كلام كريم الغلط او اللغط اللي بيحصل شويه من بعض الاشخاص محاولين لهز ثقه اللعيبه في الفريق اللي هو عمره ما بيحصل على كل حال يعني مهما حاولوا، بس اي في ناس يعني بتجرب. فاللقطة الحلوة والشق الجميل النفسي اللي دايما موسيماني بيكون حريص عليه شفته ازاي بالامس في فكرة علي معلول والشناوي وحرص موسيماني ان هو يكونوا موجودين من بداية المباراة رغم اي حاجة او اي كلام اتقال، اعتقد فيها رسالة مهمة جدا. اكيد طبعا، يمكن ناخد اخر حاجة اللي لقطة علي معلول. الراجل يمكن في مباراة بيراميدز علي معلول كان شوية المستوى مش يعني متذبذب مش المعتاد، طبعا ركلة الجزاء رغم ان من المفترض ان هي رايحة يعني الشكل بتاعها كويس ولكن بتضيع المباراة بعد كده ما حصلش فيها توفيق. فان هو المباراة التالية لما بيجي ركلة جزاء ونفس اللعيب هو اللي بيتصدى ليها، طبعا علي معلول راجل خبرات كبيرة جدا، ويعني مش هنيجي دلوقتي نقيم علي معلول، ولكن في النهاية دي حاجة برضو بتأثر ممكن في اللعيب لان اللعيبة كلهم بشر، طبيعة بشرية بالظبط، كلهم يعني اللعيبة بشر لازم يهتز. فلما راح حضن موسيماني وحتى الحضن ومش مجرد احتفال، لا ده هو تحس ان هو كانه بيتكلم معاه بيقول له حاجه، فمن الواضح ان يعني كان في قعده ما بينهم، او ان هو قال له لو جه ركله جزاء للاهلي انت اول واحد اللي هتروح وتسددها. فهنا ده شق جيد. نفس الامر بالنسبه لمحمد الشناوي، يمكن قبل المباراه ب 24 ساعه كان خرج ما يعني تقارير او اخبار ان الراجل تعرض لكدمه في التمرين وان من الوارد ان ممكن تاثر عليه، لكن طلع الاشعه سليمه والامور طيبه ان هو بيلعب. ده تاكيد لتصريحات حتى موسيماني في المؤتمر الصحفي لما قال انا الشناوي هو الحارس الاول في النادي الاهلي، هو مش بس في النادي الاهلي هو الحارس الاول في مصر، وانا عندي علي لطفي كمان لعب مباراه الزمالك واجاد فيها ولكن طبعا لكن الشناوي هو الحارس الاول. فهو لما اطمن للنتيجه برده ان هو خلاص الشناوي لعب الشوط، هو محتاج برده ان علي لطفي يبقى رجله في الملعب، ومحتاج ان علي لطفي يبقى يعني فنيا وذهنيا حاضر في المباريات، فاداله شوط
ودي برضو كانت تغييره ايجابيه جدا. والسيناريو المباراه ساعات حتى مش شرط ان هو يدي علي لطفي في مباريات صعبه، لا علي لطفي محتاج في الاول ان هو يلعب بهدوء، يلعب من غير ضغوط، عشان بعد كده لما ان شاء الله يبقى جاهز ويتم الاعتماد عليه في المباريات اللي بعد دوري الابطال الافريقي يبقى هو جاهز، وحتى لو لا قدر الله في اي وقت انت احتجت عليه علي لطفي بالظبط يعني كده يبقى موجود وفي الملعب. فدي امور من مميزات موسيماني ان هو بيقدر جداً نفسيا جداً يتعامل جداً مع جميع اللاعبين. بنشوفها بعد يعني احراز اي هدف اللعيبه بيجروا عليه، والمشهد ده تكرر كتير جدا وبيحضر فيه علاقه حلوه. في فرق، احنا كلنا طبعا بنبقى عارفين اتفرجنا كتير على ماتشات وتابعنا، في فرق بتبقى عارف ما بين اللي هو الاحتفال العادي اللي هو انت رايح بتحيي المدرب، وفي فرق بين ان انت رايح للمدرب ان انت يعني في حاجه انت سواء عايز تهديه الهدف او عايز تشكره على حاجه هو عملها معاك. واعتقد موسيماني الفتره اللي فاتت كان ليه دور في تطور عدد من اللاعبين حتى فنيا وذهنيا في ارض الملعب. شفنا دوره مع حسين الشحات اللي بنتمنى طبعا ان هو يستمر ويتالق، ونشوف حسين الشحات اللي احنا دايما بنعرفه، ياسر ابراهيم، كهربا، ان شاء الله يتطور. فلا فكره يعني. ومن قبل كده كمان يعني برضو من ضمن الحاجات اللي واضحه قوي في شخصيه وفي تركيبه موسيماني فكره انه بيصبر لما يكون عارف ان اللعيب اللي هو بيتكلم عليه او اللعيب المعني لعيب كويس، بس يمكن تبقى فيه شويه عكوسات زي ما كان حصل مع ولتر جواليا مثلا في وقت من الاوقات. هو برضو كان صبور جدا معاه بالظبط، هو يعني بيدي الثقه طول ما اللعيب جدير بالثقه دي هو بيديها له. ممكن بعد كده لو استبعد مثلا اللعيب يبقى من وجهه نظره هو اكيد احنا ما حدش فينا عدم جاهزيته لفتره معينه، احنا ما بنشوفش التدريبات، ما بنشوفش اللي بيحصل يعني في الكواليس بتاعه التدريبات، فهو بيبقى ادرى بالقايمه بتاعته. في النهايه هو المدرب بيتحاسب في النهايه طبعا. انت التارجت بتاعتك ايه، حققت منها ايه. في النادي الاهلي الامور مش سهله، هو عارف كده، هو راجل طموح محتاج الوقت، لكن احنا عارفين ان في النادي الاهلي فكره الصبر قوي والوقت قوي مع الجمهور خصوصا في السنين اللي احنا فيها. ممكن من دلوقتي يقول لك 11 يا اهلي بالظبط. الناس ما بتلحقش، الراجل كسبان السوبر وبيلف الملعب في الامارات، الناس بتطالبه بافريقيا وبالدوري، فدي مش اي مدرب يستحملها ومش اي نادي يستحملها. بالمناسبه ان 11 يا اهلي اصل فعلا بيحصل والله. هو برضو بحكم خلفيتك الصحفيه وتعاملك مع الملفات اللي من النوع ده، ايه طبيعه الجمهور المصري؟ لا جمهور الاهلي الاهلي يعني. لا والله حتى بشكل عام ايه طبيعته؟ لا الجمهور الاهلي هو يعني طموح، زي انا افتكر ان لاسارتي لما بعد ما مشي من النادي الاهلي وعملوا معاه حوار صحفي بره، هو بيتكلم قال لهم الجمهور في النادي الاهلي هو بيعتبر ان المستحيل دي كلمه مش موجود، ما فيش حاجه اسمها مستحيل. يعني ايه انت بتكلمني في المستحيل، او يعني ايه انت بتكلمني في طبيعه الكوره ان انا ممكن اكسب او اخسر او اتعاد، يعني النتائج الطبيعيه دي ليها مميزات وساعات بيبقى ليها عيوب الصراحه، ان ممكن بتصدر اعباء ضغط كبير طبعاً. انا يعني دايما لما بنتكلم مع الناس او بنتكلم مع الجماهير بشكل عام، طبعا الواحد مشجع للنادي الاهلي، لكن في بعض الاحيان لازم تبقى انت تخاطب الناس عشان تهديهم، بتقول لهم احنا بنشوف بايرن ميونخ سيطر في فتره من الاوقات، ولكن جه بعد السيطره المطلقه لازم بيقع. ليه؟ لان هي دي الطبيعه، مفيش يعني هم بشر، مش اللعيبه بشر، مش مكان، مش تقدر تاخد منه نفس النتائج على طول. فهي دي نفس الفكره، انت بتكسب ولكن في بعض الاحيان لازم عشان تكسب حاجه بتضطر تضحي بحاجه معينه. في مثال ابلغ من ان مجموعه الموت في اليورو بالكامل خرجت بالزبط. يعني الفرق الاتقل غريبه خرجت كلها. هذه الكوره اللي زعل، احنا ممكن نقول اللي زعل ايه لو انت حسيت ان الخساره دي فيها تقصير او التعادل ده فيه تقصير او ان انت فريقك ما قداش عليه، اللي هو زي ما مستر مانويل جوزيه كان دايما بيقول اللي هو انت الحاجه اللي تخليك تزعل من الخساره هي عدم القتال ان انت تفوز، ولكن مش الخساره في حد ذاتها، مش الخساره في حد، لان الخساره موجوده في الكوره. والاهلي زي ما كسب كتير لا قدر الله في ماتشات لازم هيقع فيها، لان هي دي سنه الحياه وهي دي الاستمراريه. فهي دي اللي احنا بنقول في اليورو، زي ما احنا شفنا فرنسا بطل العالم والمرشح الاوحد والاول لليورو خرج من بلجيكا، المانيا، يعني كل المنتخبات الكبيره وارد، يعني دي بتبقى وارد في الكوره. حتى الانديه زي ما قلنا بايرن ميونخ سيطره بعد كده وقع، برشلونه من سيطره مطلقه في كل حاجه في اسبانيا وقع، هي دي الطبيعه. ولكن هنا بنقول بقى سمات الفريق البطل ايه، ان هو لو وقع بيقع وقعه صغيره بعد كده بيقوم على طول عشان يكمل. يعني طب لو احنا هنتكلم سريعا عن اليورو والمشهد كده امامك وهذه يعني المنافسه الشرسه الصراحه والغير متوقعه ايضا، وفكره هنا برضو ايطاليا، يعني هل نقدر نقول من وجهه نظرك مين الاقرب
للبطوله، مين بترشحه يعني كاداء دلوقتي؟ انا من وجهه نظري اقول ايطاليا بصراحه. زي ما حضرتك قلت ايطاليا طبعا، يعني الشكل اللي ظهرت بيه هو امتداد لعمل على مدار سنتين مع مانشيني، عمل منتخب قوي، استفادوا من الفتره اللي هم كانوا فيها الناس كلها بتنتقد مستوى المنتخب الايطالي وان اعتمادوا بس على الشكل الدفاعي. لا ايطاليا حتى بتلعب كره جميله وممتعه، مباراه بلجيكا كانت ممتعه جدا، مبارياتهم في المجموعات كلها كانت ممتعه. طبعا مواجهه اسبانيا دي زي ما نقول كده مواجهه كلاسيكيه في اليورو، الفرقتين عندهم لعيبه ممتعه جدا طبعاً. اي حد فيهم يقدر يكسب، ولكن يعني الكفه الارجح لايطاليا. الناحيه الثانيه لو انجلترا والدنمارك، كلنا هنقول انجلترا، ولكن الدنمارك يعني واضح ان هي نفسها تكمل المفاجاه وتستعيد امجاد 92. يعني البطوله الصراحه افضل من النسخه بتاعه 2016. يمكن فكره اللي هي 24 منتخب بتدي مساحه ان في الاربع توالت، ان الامور بتبقى في المجموعات اسهل شويه لعدد من المنتخبات، ولكن البطوله الصراحه ممتعه ومفاجاتها نفسها ممتعه. طيب لو قبل ما نختم لان الوقت بيجري جدا، كوبا امريكا برضو مين من وجهه نظرك يا ايمن بترشحه للفوز بالبطوله؟ هو البرازيل والارجنتين لازم يبقوا في الفاينل. الماتشات اللي لحقنا نشوفها يعني في السهرات الغريبه بتاعتهم دي ومن غير جمهور، البرازيل بنصحى بقى نعرفها بالظبط. البرازيل والارجنتين هم اللي بيقدموا المستوى الافضل، هم الاقرب ان الاثنين يصعدوا للنهائي. على المستوى الشخصي انا بتمنى البرازيل يفوز، ولكن هي الكفه يعني متساويه بينهم هما الاثنين. انت تظبط نفسك الفتره اللي جايه وتعمل حسابك، لازم تيجي تنورنا مره ثانيه. ده شرف ليا طبعا. والله كانت فتره جميله. ده شرف ليا التواجد في قناه النادي الاهلي، ده حاجه بتبقى كبيره بالنسبه لي، ومبسوط ان انا موجود معاكم. طبعا نورتنا يا استاذ ايمن، شكرا ليك وشكرا ليك يا استاذ كريم. ميرسي كتير ميرسي كتير. طيب خلصت حلقتنا معاكم، بكره ان شاء الله قبل دلوقتي بساعتين يتجدد اللقاء وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي صباح العافيه.